من مصر بنرحب بثروت. ثروت من مصر اتفضل. ثروت من مصر احنا سامعينك، اتفضل. يبدو ان مش سامعنا. مساء الخير. اهلا بيك، احنا سامعينك، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. مساء الخير دكتور وفاء. اهلا اخي ثروت. وانا عندي مداخله صغيره. بالنسبه لامريكا عامله زي المثل المصري اللي بيقول ان القط بيحب خناقه. طب اتفضل كمل على طول، احنا سامعينك. لاني لما احنا مثلا بنروح نقدم على سياحه، بنقدم على زياره، بنقدم على هجره، بيرفضونا. لكن لما اي حد تاني بيقدم بيقبلوه على طول. وما فيش حاجه اسمها اسلام معتدل او مش معتدل، يعني اول ما الاخوان نجحوا عندنا اللي تمس عليه ما يردش عليك، وبعد ما هم مشيوا هم يرادونا عشان ما نقولش عليهم اللي هم اخوان. فهم ليهم وضع غير الوضع اللي العالم كله شايفه بيه. شكرا ليك، شكرا ليك اخونا ثروت. في اي تعقيب تاني؟ ما اعتقدش، اعتقد المداخله وصلت دكتوره. يقول ان امريكا اليوم ينطبق عليها المثل اللي بيقول انه القط بيحب خناقه. ما بعرف، لا اتصور بان امريكا ستسمح، وان كانت قد سمحت في الماضي لاحد ان يخنقها، لا اتوقع. امريكا هي اقوى دوله في التاريخ الحديث، وهي أقوى دولة في تاريخ البشرية، ولا أتصور أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد. هناك ما يشائم فعلا، لقد ذكرت ذلك في مقدمة الرسالة، ولكن لا أعتقد أن الأمور قد تدهورت إلى الحد الذي تسمح عنده أمريكا لأحد أن يخنقها. أما بخصوص الفيزا لمن تمنح ولمن لا تمنح، ليس لدي أي معلومات بهذا الخصوص. كل ما أعرفه أن هناك نسبة معينة من كل دولة في العالم، عندما يتجاوز الأمر تلك النسبة يتوقف منح الفيز. أما كيف تمنح الفيز وبناء على ماذا، الحقيقة لا أعرف، لذلك لا أستطيع أن أعلق على هذا الجزء من السؤال. شكرا للأخ المتصل.